حضرتك بما ان مباراة الغد هي مباراة نادي الزمالك، خليني الاول قبل ما اخش في تفاصيلها وفنياتها، دي مباراة لوحدها صحيح، بتعيشوا لها اجواء لوحدها، معسكر صحيح. لوحده تمام، مستنيينها بيستنوها في الموسم مباراتين الاثنين. تفتكر اول مباراة لعبتها قدام النادي الاهلي كان سنه، كانت امتى؟ كان موسم 90 تمام، واعتقد كان اول سنه ليا في نادي الزمالك. المباراه دي اعتقد كسبناها 2-0 اللي هو ايمن يونس ومصطفى ابراهيم. كنت انا بره في ال 18 يعني ضمن السبعه، او مش فاكر كان 16 في الوقت ده فكان ضمن الاحتياطي. ما شاركتش في المباراه بس كنت موجود في الاحتياطي. اول مباراه شاركت فيها؟ لا، اول مباراه شاركت فيها اللي هي ايمن منصور 1-0، لان ايمن كان ليه 3 مرات مع الاهلي 1-0 يعني غير السوبر، غير السوبر في الدوري، اللي هو كان ايمن كان صايم عن التهديف لمده 10 او 11 مباراه وربنا وفقه الهدف الاول كان ليه في النادي الاهلي. بعد كده فتحت مع ايمن ما شاء الله، وبعد كده جيلكو كان من الاجيال اللي حققت انتصارات كتير على النادي الاهلي. يعني جيل 90 يعني انا اتذكر يا دكتور مثلا تقريبا ممكن اكون لاعب 13 مباراه اهلي وزمالك، 13 ديربي. منه 6 مثلا 6 مكسب، 5 خساره، يعني يكاد يكون الاثنين متعادلين وفي تعادل اعتقد ماتشين تعادل. اصعب مباراه كان ليك قدام النادي الاهلي؟ أصعب مباراة يمكن حضرتك ذكرتها بدري مع تامر عبد الحميد، اللي هو مباراة الكاس، نهائي الكاس 92 اللي هي الدقيقة 49.5 الكابتن طاهر أبو زيد. يحكي لي الكابتن محمد عبد الجليل، بقول لك كنت أروح أجري ورا الكابتن إسماعيل يوسف أقول له يا إسماعيل خلصوا الماتش. أيوه ده حقيقي، يقول له لا لازم نوديكم وقت إضافة عشان إيه؟ الأهلي كان منعم جدا وكان الزمالك يا خبر أبيض. أنا كان جبهتي أسامة عرابي كان يا عم حسين خلصونا وانهوا الماتش وكده. ليه؟ كان في اليوم ده كنا فايقين بجد. انتوا مبخاتين طول عمركم يا كابتن حسين، واخد بالك؟ والدنيا عادي، كان 1-1 كان في الوقت ده. بس كان الاقرب الزمالك، كنتوا ماسكين المباراه بطريقه غريبه وعجيبه، ماسك المباراه دي. بقول لك 49.5 هدف بيجي من على طول كابتن طاهر وكابتن ايمن شوقي، قعدتوا على طول في كابتن حسين السيد. فدي كانت اصعب مباراه. ليه؟ انت كنت بطوله بقى، دي بقى كانت القاضي الحقيقي، بطولة القاضي الحقيقي صحيح، بطولة في ايدك يعني. انا شايف يا دكتور يعني اولا من ناحية نادي الزمالك الفترة دي، يعني نادي الزمالك شايفه بدأ يثبت اقدامه بشكل كويس. مستر جوميز يمكن وصل للتوليفة الكويسة، التوليفة السحرية. بعد ما كسب فيوتشر وعدى ووصل للدور قبل النهائي في الكونفدرالية، فانا شايف اني افضل مباراه وافضل تشكيل يمكن الماتش الاتحاد السكندري، مباراه الاتحاد الاخير اللي هو عواد، طرفين فتوح وعمر جابر، مسلوسي وحسام عبد المجيد، احمد حمدي، دونجا، عبد الله السعيد معاهم قدام نصر.